اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحه تكمل العربيه، معكم محل تيغان جوزيف بهريه. رح اقوم بتغطيه مباشره مثل ما تعودت علينا بشكل صباحي على ابرز ونقوم بتغطيه عفوا على ابرز العملات الموجوده عندنا على منصه التداول وبعض السلع مثل الذهب والنفط. نحن نتاسف على التاخير، كان عندنا في مشاكل تقنيه. هي الجلسه عاده الساعه 11 او 12 بتوقيت السعوديه. قبل ما نبتدي جلستنا اليوم حابب اذكركم ببعض الامور اللي هي خاصه بالفيديوهات التعليميه اللي عم نقوم فيها بشكل يومي. بدي اقول لكم انه موجوده على يوتيوب، على صفحه يوتيوب لتكمل. بتعملوا سيرش للتغطيه طبعا لشركه تكمل، والتغطيه تحت عنوان تغطيه اليوميه بتشوفوا كل الفيديوهات اللي مسجله بشكل يومي عم نبلش نعملهم ابلود على يوتيوب. فاذا بدكم ترجعوا لاي فيديو كان مسجل قبل وتشوفوا اي معلومه كنا تكلمنا عليها، ممكن انه تدخلوا على هذه الصفحه وتراجعوا كل المعلومات طبعا بالفيديوهات اللي مسجله بالتغطيات الصباحيه. وايضا الفيديوهات التعليميه رح نبتدي كمان ايضا ننزل اللي هن جلسات بعد الظهر، مثل على سبيل المثال استراتيجيات التداول والمؤشرات، مثل استراتيجيه موجات اليوت وغيرها. وطبعا رح يكون عندكم بعض اللغات الثانيه الاخرى مثل اللغه الانجليزيه والايطاليه والى اخره، للاشخاص كمان ايضا بحبوا انه يعملوا ريفير لاصدقائهم او لحن ايضا يحضروهم. بالنسبة لي قبل ما نبتدي بهذه الجلسة عندي خبر مهم، اللي هي طبعا مع اقتراب شهر رمضان المبارك عندنا مسابقة يعني قدمتها شركة تكمل، اللي هي طبعا بسيطة جدا. فقط عليك انه تعمل لايك وشير لهذا المنشور اللي عم تشوفه امامك، وبتعمل كومنت لهاشتاج تكمل اندرسكور رمضان 2 والاكونت نمبر. فبهذه الحالة طبعا بكون عم تدخل في السحب والمسابقة اللي عم نقوم فيها، يعني بسيطة جدا، وبتكون طبعا عم تعرض حالك لربح جوائز ثمينة، وهي ايضا مال على الحساب اللي بتتداول فيه في شركة تكمل. ومش بس فقط هذا المنشور اللي عم تشوفه امامك، الفيديو اللي عم تحضروه هلا اللي هو اللايف فيديو ايضا كمان لازم تعملوا لايك وشير وكومنت لرقم حسابكم طبعا اللايف اللي هو بتعملوا فيه تداول في شركة تكمل. فبهذه الحالة طبعا الشركة رح تختار كل اسبوع 5 فائزين ايضا لا تربحهم جوائز ثمينه. للمعلومات العامه اكثر وتدخلوا بتفاصيلها اكثر ممكن تدخلوا على السيمور وتشوفوا اذا بدكم، مثل ما عم تشوفوا امامكم عندي نوعين من المسابقه اللي هي اي وبي، طبعا اللي هي الفيديوهات التعليميه ومنشور اعلان مسابقه رمضان. طبعا عم تشوفوا الجوائز اللي هي المركز الاول 200 دولار 100 دولار، المركز الثاني 75 50 و25 دولار، المركز الخامس. فراح يكون عندي 5 فائزين كل اسبوع. اوكي، هيدي بالنسبه لشهر رمضان الكريم اللي هي المسابقه اللي حبينا ان نقوم فيها ونقدمها لمتابعينا على تكمل العربيه. بالنسبه لي طبعا مثل ما بتعرفوا بشكل يومي بحب مر على الاجنده الاقتصاديه. الاجنده الاقتصاديه اليوم كان عندي اخبار على اليورو زون اللي هي طبعا تاثيرها مباشر على اليورو دولار وعلى استرليني دولار مثل ما بتعرفوا في اوروبا، والمؤشرات الالمانيه كذلك الامر والاوروبيه. اليوم بماي 16/5/2018 عندي بعد 10 بوند اللي هي على المانيا بعد 48 دقيقه، بريزيدنت دراغي سبيكس اللي هو حاكم مصرف اوروبا رح يكون عم بيتكلم تقريبا بعد 3 ساعات من هلا، يعني عم تقريبا بحدود الساعه 3 او 4 بتوقيت السعوديه. التاثير طبعا مرتفع جدا، الفولاتيليتي والتقلبات رح تكون عاليه على زوج اليورو دولار. بالنسبه للدخول الاسواق الامريكيه ايضا عند الهاوسينج ستارت والبيلدينج بيرميتس اللي هن ايضا تاثيرهم مرتفع جدا على الدولار الامريكي. فبالنسبه لالي طبعا ممكن نشهد اليوم تقلبات مرتفعه على الازواج الرئيسيه او العملات الرئيسيه الموجوده عندنا على منصه التداول. بالنسبه لالي جلسه امس كان فيها انخفاضات ضخمه وخليني اقول حاده جدا، فهل يا ترى رح يكفي اتجاه الهابط او رح نرجع نشهد اشاره انعكاسيه لنبلش سيناريو جديد صاعد على الاسواق الماليه؟ انا بالنسبه لي الانخفاضات اللي حصلت امس كنا توقعناها وتكلمنا عليها بجلسه الصباحيه في جلسه تداول طبعا 15/5/2018، كنت قلت لكم انه ممكن نشهد انخفاض لزوج اليورو دولار. بالنسبة لي أنا من آخر قال لآخر قمة كنت توقعت أنه يرجع نواجه نتفي الدعم أو نتفي صغيرة، الأسعار تهدى عند أسعار 76.4 أو 84.6% في بوناتشي، ولكن امتدت
ويف بي وممكن تكون شوي صغيره ترانكيتد. هلا بالنسبه لالي انا بالنسبه لموجات اليوت اذا بدي اشرح لكم شوي وبشكل سريع، انا عاده موجات اليوت بتوقع من وراء خمس موجات ارتفاع، بتوقع ثلاث موجات تصحيه اللي هي اي بي سي. فبالنسبه لالي عندي هون موجه 1 2 3 4 5 وبيج اي، عندي بيج بي وبيج سي. هلا مثل ما بتعرفوا انتم انه الموجه التصحيه اللي هي بي بتكون اوطى او اقل، خليني اقول تسجيلا، من القمه الخامسه اللي بيسجلها السوق، هيدي بالحاله الطبيعيه. ولكن ايضا عندي شيء اسمه ترانكيتد اللي هي بتكون موجه، خليني اقول هو الخمس موجات بتكون موجه اي وبي بترجع بترتفع فوق موجه خمسه وسي، بكون عندي الريجولر هون، وهيدا الشيء وارد جدا ايضا لموجات اليوت. فانا بالنسبه لي هيدا السيناريو اللي حصل على سعر على اليورو دولار اللي هي سجلنا موجه بي فوق او الريجولر فوق الموجه الخامسه ونتوقع موجه سي عن جديد. فبهيدي الحاله طبعا عندي اياها بالاتجاه الهابط انا على زوج اليورو دولار، يعني اتوقع هون بالنسبه لي موجه بي تكون عم تنتهي قرب هذه المستويات فلات او قرب هذه المستويات على قيعان جديده، ونرجع نرتفع بموجه سي لنرجع نستهدف مستوى ال 121. يعني بالنسبه لي بعدني شايف سيناريو انا صاعد على العملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. بالنسبه للاسترلين دولار كنت تكلمت عن الاكسباندنج اندنج دياجونالي اللي هي على شكل مثلث ولكن بالاتجاه المعاكس، وكنت قلت لكم انا انه بالنسبه لموجات اليوت طبعا اندنج دياجونال لما نكون منخفضين ونشهد على اندنج دياجونال وتكون الموجه الخامسه على شكل مثلث بيجينا ارتفاع من وراها، فبتكون الموجه الخامسه خلصت. كيف لكان ايضا المثلث يكون اكسباندنج، فالارتفاع راح يكون ضخم من وراها من وراء الانخفاضات اللي حصلنا عليها على استرليني دولار عندي هذا الشكل. فدخلت ب اذا بدكم expanding ending diagonal واتوقع ارتفاع من وراء هذه الموجه. يعني انا هلا من وراء موجه الاسترليني الدولاري اللي هي الموجه الخامسه على شكل مثلث، اتوقع انه ممكن يكون هلا عم نشهد موجه رقم 2 ارتداد لورا لنرجع نبلش موجه اندفاعيه جديده الى الاعلى ونستهدف مستويات ال 136 و 137 عن جديد. هيدي بالنسبه للاسترليني الدولار لانه عندي expanding اذا بدكم ending diagonal، ولكن هلا باستعمال في بوناتشي ريتريسمنت ممكن نشهد هلا شويه دعم قرب مستويات ال 76.4% اللي هي عند مستويات ال 134.70 ونرجع نشهد منها ارتفاع مفاجئ لمستويات جديده. فانا برايي بعد عندي سيناريو صاعد. كنا متوقعين طبعا القاع الجديد على استرليني الدولار لانه كنت قلت لكم انا بالجلسه السابقه انه عندي expanding diagonal اللي هي ممكن نشهد فيها اذا بدكم مستويات او قاعان جديده للموجه الخامسه لهذه الدياجونال او لهذا المثلث. فبالنسبه لي انا كانت الانخفاض انخفاض امس كان طبيعي جدا، وتسجيل مستويات جديده او قاعان جديده ايضا كانت متوقعه. فبالنسبه لي طبعا عم برجع هلا نبش على سيناريو صاعد لنرجع نبش على مراكز خليني اقول شراء او مناطق دخول جديده. بالنسبه لي انا الازواج اللي بتبتدي بالدولار الامريكي اللي هي مثل الدولار ين والدولار كاد ايضا كانوا سجلوا مستويات مهمه جدا امس. مثل ما بتعرفوا انه 61% كنت تكلمت عنها على زوج الدولار كاد، صار عندي فولس بريك اوت وتم اختراق هذه المستويات خليني اقول بشكل سريع او بشمعه سريعه، ولكن ما اغلقت فوق مستويات ال 61% اللي هي مستويات كانت المنتظره. فبالنسبه لي السيناريو الهابط بعده وارد عندي على الدولار كاد بجلسه تداول اليوم، اترقبوا انه ممكن نرجع نشهد ضعف لهذا الزوج. والدولار الامريكي الضعف ممكن انه يضغى على الاسواق الماليه او على العملات الرئيسيه الموجوده عندي، وهذا الشيء بيدعم نظريتنا على انه ممكن نرجع نشهد ارتفاع لزوج اليورو دولار والسترلين دولار. ولكن طبعا وقف الخساره بده يكون شوي بعيد، يعني بتمنى انه تحطوه اقله 50 او 60 بيب 50 او 60 نقطه من الاسعار الحاليه اللي عم نتداول عليها. بالنسبه لاسعار الذهب ايضا كنا شهدنا شويه انخفاض حاد بالموجه الخامسه، ممكن تكون عم تنهي هلا الموجه الخامسه عندي لا اذا بدكم اسعار الذهب اللي تكلمنا عليها انه تحت انخفاض مستويات 1309 رح نشهد انخفاض حاد، وبالفعل حصل، اخترقنا مستوى 1309 واستهدفنا مستوى 1286. 1 2 3 4 5 الموجه الخامسه ممكن تكون عم تنتهي قرب هذه المستويات لنبلش موجه جديده. فبهذه الحاله بكون انخفضت انا بموجه اي
موجة بي وبموجة سي، وانتهينا من ثلاث موجات تصحية لنرجع نحن ننبش إذا بدكم خليني أقول على موجة صاعدة جديدة لأسعار الذهب، ونرجع نستهدف مستويات 1400 و1420 على المدى الطويل. هيدا بالنسبة لأسعار الذهب. طبعا بعدنا عم نشوف هذا الانخفاض هي موجات تصحية إن كان للأسعار الذهب إن كان للاسترليني دولار وأيضا لأسعار اليورو دولار. الاسترليني دولار من المحبط انه ما يخترق مستويات 76.4% لنرجع ننبش على سيناريو اذا بدكم صاعد اللي هو هذه المستويات تقريبا تلمسناها هلا اللي هي مستويات 134.70. اذا في حال ما تم اختراقها ممكن نرجع ننبش على سيناريو صاعد جديد. انا بالنسبة لي بفضل انه هذه المستويات يحترمها السوق اللي هي موجة رقم 2 او موجة بي لنرجع نبتدي موجة صاعدة جديدة لنستهدف مستوى 135.50 عن جديد بالوقت القريب، يعني ممكن بجلسة تداول اليوم. فترقبوا هلأ اليوم التقلبات اللي ممكن نشهد عليها أو نشهدها للأسواق المالية عند دخول الأسواق الأمريكية. البيلدينج بيرميتس مهمة جدا اليوم على الدولار الأمريكي، ممكن تشد الدولار الأمريكي بالاتجاه الهابط، مما هذا الشيء طبعا يدعم العملات الرئيسية إلى الارتفاع بموجة جديدة. أما بالنسبة لأسعار النفط بدكم تنتبهوا من التقلبات، عم بتشوفوا في عندي شموع دموية عم بتكون انخفاضات وارتفاع ضخمة. بالنسبة لألي كنت قلت لكم على النفق الميل على ارتفاع انه بعد نداخل فيه على رسم بيانة اليومي، وهذا الشيء طبعا بيدعم خليني اقول الاندينج ويف لموجة الخامسة على اسعار النفط. ممكن نرجع نشهد انخفاض لمستويات 68 دولار لأسعار النفط قبل ما نرجع ننبش على سيناريو صاعد جديد، ولكن طبعا اختراق مستويات المقاومة اللي هو خط النفق الميل على ارتفاع بيسائب عن مستويات تقريبا 72 دولار إذا تم اختراقه، نتوقع أنه ممكن نستهدف مستوى 74 دولار عن جديد لأسعار النفط. هلأ بالنسبة لي أنا النفط شوي الفولاتيلتي فيه مرتفعة، ما عندي فرص استثمار خليني أقول مغري عليه، فبالنسبة لي بضلني بعيد عنه وبنبش على سيناريوهات أخرى، وإذا بدكم أزواج أخرى ممكن نداول فيها بشكل شوي تكون المخاطر فيها أوطى، لأن النفط صار عم يتداول بحدود 100 أو 200 نقطة بالنهار، فإذا كان رأس مال شوي صغير من المحبط أنه أنا بعد عن هذه السلعة ونبش على سيناريو، أو إذا بدكم نبش على سلعة معينة تكون خفيفة التحرك أو التقلب بشكل يومي لأقدر أتحمل إدارة المخاطر ورأس مالي عليها. بدي مر شوية على العملة الرقمية المشفرة أو البيتكوين اللي هي عم تشهد شوية ارتداد. كنت توقعت أنا ارتداد لألم من مستويات 9900، قلت لكم ممكن نرجع نستهدف مستوى 61% اللي هي مستويات ويف بي أو ويف 2 أو 76.4%. عم تلاحظوا هول المستويات مهمة جدا على طول بذكرون، إذا في حال رجعنا شهدنا ارتفاع من هون ممكن نرجع نستهدف مستوى 11000 أو 13000 لأسعار البيتكوين العملة الرقمية المشفرة اللي هي بتكون أنا برأيي عم بتزورها للمرة الأخيرة قبل ما ننبش على سيناريو هابط عن جديد على المدى الطويل. عم بتكلم يعني ممكن نرجع يصير بأسعار البيتكوين مثل ما صار بأسعار الناتشرال غاز أو الغاز، فبهيدي الحالة بسنة 2008 انخفض من مستوى 14 دولار لمستوى الدولارين، وإذا بدكم حافظ على هذه المستويات لمدة 10 سنوات من 2008 لحديد 2018 عم بيتداول سعر الغاز بين مستويات خليني أقول الدولار ونص والثلاثة دولار، فبهيدي الحالة ممكن أسعار البيتكوين على المدى الطويل تلاقي السعر المناسب لها اللي هي قرب مستويات إذا بدكم 500 أو 1000 دولار أو 2000 دولار كحد أقصى، وممكن أنه نشهد مرحلة أفقية طويلة المدى على هذه الأرقام وهذه المستويات. فبالنسبة لي أنا أسعار البيتكوين ممكن يكون عندي موجة أخيرة ارتفاع لمستويات 11 أو 13000 قبل ما نشهد انخفاض ضخم عليها ونستهدف مستويات أوطى. أما بالنسبة للمؤشرات الأمريكية مثل الـSP 500 والداو جونز، كنا تكلمنا عن مستويات المنتظرة اللي هي مستويات 2743، للأسف ما استهدفنا 2740 يعني قبل تقريبا بنقطة ونص للأسبي أو قبل بنقطتين وابتدينا انخفاض. كنت حابب أن أدخل بمركز بيع على الأسبي 500 وأستهدف مستويات واطية جدا، أتوقع أنه ضعف لهذه المؤشرات نرجع نشهد عليها ونستهدف مستوى 2500 و2400 على المدى الطويل. بالنسبة للتغطيات المباشرة عم بمر بشكل سريع على معظم العملات الرئيسية والمؤشرات الرئيسية للأشخاص اللي بدهم مني أحلل بعض الرسوم البيانية اللي هنا عم بيتداولوا عليها. طبعا فيهم يعملوا لي كومنت
على فيديو اللايف اللي عم نقوم فيه طبعا، ونحن بنقوم بتحاليل اذا بدكم على رسم البيان اللي طلبتوه مني. فبهذه الحاله طبعا عم مر بشكل سريع انا على الرسوم البيانيه، واهم شيء اليوم كان بدي اعرفكم على مسابقة، طبعا المسابقة اللي عم بيعملوها بشركة تكمل اللي قدمناها للمتداولين والمستثمرين اللي عم بيتابعونا بشكل يومي. فبتمنى لكم كل الخير، وان شاء الله بكون نهاركم مثمر اليوم، وانا بشوفكم بجلسة بعد الظهر. كان معكم محل تكنولوجيا الظهرية من شركة تكمل، الى اللقاء.